مساء الخير وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام كبار. هنبدأ يوم السبت، كلمة شهيرة بنسمعها على طول، وسبت بيجر سبت بيجر سبت وما بنبدأش. طبعا أكيد أنتوا كلكم عرفتوا دلوقتي إحنا بنتكلم عن إيه. موضوعنا النهاردة عن الدايت وأنظمته المختلفة، بس خلوني قبل ما أتكلم عن الدايت أرحب الأول بمحمود. مساء الفل عليك يا محمود. مساء الفل عليك يا فيروز، ومساء الفل على مشاهدينا اللي بيتابعونا من كل مكان. فعلا أنظمة الدايت مختلفة، في منها اللي احنا عارفينه من زمان وفي منها اللي احنا عرفناه مؤخرا، هنتكلم عنهم النهاردة. بس خلوني الأول أرحب بدكتورة آية الرمادي، أخصائية التغذية العلاجية. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا يا محمود. أهلا وسهلا يا فيروز. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. دكتورة آية، كلنا سمعنا مؤخرا عن أنواع جديدة من الدايت ومختلفة، زي الكيتو، الكارتاي، الأوماد، الصيام المتقطع، السعرات واللو كارب. بالظبط كده. فعايزة حضرتك تكلميني النهاردة نبذة كده عن كل نوع والفرق ما بينهم ومميزات وعيوب كل نوع دايت. طيب خليني أقول لك الأول إن الكيتو والكارتاي الاثنين يعتبروا مدرسة واحدة، الاثنين بيمشوا تبع اللو كارب والهاي فات. تمام. الكيتو شغال على أساس إن أنا باكل 75% دهون، 20% بروتين، 5% كربوهيدرات. طيب. بيقلل نسبة الكربوهيدرات اللي في الجسم كلها وبيعوضها بدهون، ودي تبقى مصدر الطاقة الرئيسية للجسم. تمام كده. الفرق بينهم هما الاثنين يعتبروا مدرسه واحده، بس في فروق بسيطه ما بينهم. ان في الكيتو ان انا بحسب عدد السعرات الحراريه بتاعتي، انا ليا سعرات حراريه معينه باكلها، دي اللي انا ما بقدرش اتخطاها. في الكراتاي انا معايا السعرات الحراريه بتاعته مش موجوده اصلا، يعني انا بفضل اكل لحد ما اشبع، مش ما عنديش سعرات حراريه معينه. وبنزل برضو، يعني انا اكلت سعرات حراريه كتير جدا على حسب الاكل اللي انت بتاكليه، لان هو ماشي بميكانيزم برضو الدهون. أوه. ان الجسم بيفضل يحرق من الدهون، انا قللت حرق الجسم من الجلوكوز وخليته يحرق الدهون، ففي دهون كتير عندي. تمام. في الكيتو انا باكل كذا وجبه، ممكن اكل 10 مرات بس. ملتزمه بالعدد السعرات الحراريه بتاعتي. في الكراتاي انا المفروض ان انا متاح وجبتين بس اللي باكلهم. تمام. بس الفرق ان انا هنا باكل ممكن اكل 10 وجبات ولا بعض، انما في الكراتاي ان انا المفروض ما بين كل وجبه حوالي 6 ساعات عشان احفز هرمون الليبتين اللي بيطلع، اللي هو المسؤول عن الحرق في الكراتاي. ده هرمون مسؤول عن الشبع، ده اللي بيحسسني بالشبع. انما في الكيتو الحرق مسؤول عنه ان هو بيحول لي الجلوكوز، بيخليني اخش في نظام الكيتوزيس، هو اللي بيحرق. تمام. ده الفرق ما بين الكيتو والكارتاي. طب لو جينا بقى على نظام اللي هو اللو كارب والصيام المتقطع. هقول لك ان الصيام المتقطع واللو كارب والاوماد الثلاثه يعتبروا تحت بند الصيام المتقطع. الصيام المتقطع فيه ثلاث انواع تقريبا، او فيه انواع كتير قوي على حسب انا هصوم قد ايه. في الشائع كلنا ان انا بصوم 16 ساعه وبفطر قدامهم 8 ساعات. تمام. ال 16 ساعه اللي انا بصومهم مش بصومهم خالص، انا بشرب ميه، بشرب شاي، قهوه، ينسون، نعناع، بس نو كالوري، يعني انا ما عنديش اي سعر حراري بيخش، ولا حليب ولا سكر في المشروبات دي كلها. وعدد ساعات النوم برضو بتتحسب. بتتحسب من عدد ساعات الصيام. لما اجي افطر الثمان ساعات مش هاكل بقى اي حاجه، لا برضو هدخله تحت اللو كارب. يعني انا هاكل وهاكل اكل صحي، بس اخليني ذكي، ان انا لما الصيام المتقطع بيقوم على ثلاث حاجات، بيحفز ثلاث هرمونات. اول هرمون هرمون الانسولين بيقل جدا، فده ما بيخلوش يخزن دهون جوه الجسم. تاني حاجه الجروث هرمون بيزيد، ده الهرمون النمو اللي هو الهرمون الاساسي بتاع الحرق، ده بيزيد فده بيزود لي الحرق في الجسم. وفي الهرمون اللي هو النور ادرينالين، الهرمون ده مسؤول ان هو بيكسر لي الخلايا وبيطلع لي الدهون بتاعها فبتتكسر. ده كله في الفتره بتاعه 16 ساعه بتاعه الصيام. تمام. في الثمان ساعات بقى اخليني ذكي شويه، ان انا مش اول ما هفطر هروح اجيب فينو واجيب عيش واجيب لا لا لا. انا عايز اجيب حاجات ما تستفزش الانسولين اللي هو يعلى تاني. فعايز اجيب كربوهيدرات بس المعدل السكر بتاعها قليل، زي الشوفان، البليله، الفريك. ما امنع السكريات بقى على قد ما اقدر، اتغذى على الدهون الصحيه زي زيت الزيتون، المكسرات، السوداني. تمام. الحاجات دي كلها. تمام. طب يا دكتور اي نوع من الانواع دي بتفضليه؟ وهل مثلا في نوع مناسب للاطفال وكبار السن؟ النوع المفضل يعتبر دلوقتي الشائع جدا اللي هو الصيام المتقطع مع اللو كارب، الاثنين بشغلهم كويسين جدا لكبار السن. انا ما بحرمهمش من حاجه، يعني انا لو اشتغلت كيتو او لو اشتغلت كراتاي انا احرمهم من الخضار ومن معظم الفاكهه، انما اللو كارب مع الصيام المتقطع انا مش بحرمهم من حاجه اصلا، باكلهم خضار، باكلهم فاكهه، باكلهم بروتين، باكلهم البان، الحاجات دي كلها هم بياكلوها بس بنسب معينه تخليهم جسمهم كويس، صحتهم كويسه. للاطفال ولكبار السن ما يفقدوش العناصر والفيتامينز اللي بتبقى موجوده في جسمهم، وبالتالي هتبقى مفيده ليهم بعدين. طب هل في نوع مثلا ممكن ياثر على حرق الجسم؟
بيزود الحرق. يعني مثلا برضو في طالع نوع جديد اسمه اوماد، اوماد دوت اللي هو وان ميل دي، يعني وجبه واحده في اليوم، لما باكلها مره واحده بس في اليوم بيخلي جسمك طول اليوم ما بياكلش، فالانسولين طول اليوم مش شغال، فالجسم ما بيحرق يعني مش بياكل، فالحرق شغال بس. طب الجوع، الجوع يا دكتور، ما هو الفكره في الجوع ان انت بنفضل ناكل، يعني حاولي تظبطي اكلك، نحاول نظبط يعني اكلنا، المواعيد بتاع الاكل، خيارايه ده كده لا ما يعتبرش، لو في صيام متقطع في 16 ساعه ما ينفعش اصلا ناكل اي حاجه. طب والاوماد؟ في الاوماد برضو لا، هي وجبه واحده، هي وجبه واحده، وال 24 ساعه الباقيين هيبقوا برضو ميه، نقعد في الارض لا ميه كده. شاي ينسون، نعناع، شاي اخضر، الحاجات دي كلها تمام. هل مع انظمه الدايت المختلفه دي ممكن نلاقي مثلا ان الرياضه هتبقى عامل مساعد مع انظمه الدايت دي؟ الرياضه بدخلها لما بلاقي الجسم عندي الكالوري سيستم بتاعته بدات تقل، الحرق عندي بدا يقل خالص، فبدخلها كعامل مساعد بالنسبه لي. في عندي رياضه نوعين اصلا، لان في رياضه بتخن البيشنت، في رياضه بتخليه اللي هو دكتور انا بلعب رياضه بس انا بتخن. طب انت بتتخن ليه؟ انت بتلعب غلط. في عندي حاجه اللي بتخسس واللي بتعلي الحرق اللي هو الكارديو، اللي بيشتغل على الكارديو فاسكولار سيستم، اللي بيعلي لي ضربات القلب زي الجري، المشي، طلع السلم، الحاجات دي كلها هي اللي بتعلي. انما الجيم والويت والعضلات ده حاجه تانية، ده اللي بيخلينا نزيد. على حسب بقى انا عايزه ايه، يعني انا هروح الجيم اقول لهم انا عايزه مثلا اخسس المنطقه كذا، ده عايز ويت بقى وعضلات والجيم والحاجات دي. تمام. طب انا عايزه اسالك بقى يا دكتور، بالنسبه بنشوف ناس تقول انا عندي مناسبه كمان اسبوع اسبوعين، فانا محتاجه اخس في الاسبوعين دول مثلا 5-6 كيلو، فبيروحوا يلجأوا للرجيم الكيميائي اللي احنا من زمان كنا بنسمع عنه، اللي هو 3 ايام مش عارفه موز، 3 ايام ايه، 3 ايام ايه. طب ايه رايك في الرجيم الكيميائي، وهل فعلا بينفع، وهل له خطوره بعد كده؟ احنا كدكاتره احنا بنشتغل بيه، ساعات بنشتغل بيه حتى في اللو كارب، بندخله في النص علشان الجسم بتاعنا بيجيله حاله ثبات، فبعمل له حاجه زي تشوك كده ان هو لا انت في حاجه غلط، فيبدا الجسم تاني يحفز نفسه فيبدا يحرق. نمشي عليه على طول؟ لا، ماكسيمم من اسبوع لاسبوعين، لما يبقى عندي مناسبه ورايا حاجه عايزه اخس على طول بسرعه، بس مش اكتر من اسبوعين، عشان هيفقد الجسم المعادن والفيتامينز والفيتامينات بتاعته كلها، هتقل البشره، هتتهدل، الجسم هيخس، هتحسي ان في، يقول لك هو انت شكلك عامل كده ليه؟ عجزتي، شكلك كبر شويه. اقصى حاجه اسبوعين بس. اقصى حاجه اسبوعين، وكمان اشرب ميه كتير معاه واتحرك واعمل معاه رياضه، بحيث ان هو ينشط لي الدوره الدمويه شويه اللي هفقدها في الكيميكال دايت. تمام. طيب هنعكس الموضوع، زي ما في ناس عايزه تخس في ناس عايزه تتخن، ايه راي حضرتك هما النظام المظبوط اللي يمشوا عليه لو حد مثلا عايز يتخن؟ خليني اقول ان هو عايز يتخن دي يعني في مشكله عنده، يعني برضو عنده الغده ممكن تبقى نشطه جدا، عنده الهايبر اكتيفيتي بتاعته عاليه، فهو مش بياكل. انا اقول لك انا باكل كتير جدا بس انا برضو مش بتخن. خلينا برضو نبقى عارفين، لو انت عندك واحده، انا مثلا طولي 160 ووزني 50 كيلو، محتاجه سعر حراري كام؟ محتاجه 1600 تقريبا سعر حراري عشان ابقى ثابته على ميزاني. عايزه ازيد، ازود عليهم تقريبا 1100 كالوري، يعني انا محتاجه 2700 كالوري علشان ابتدي ازيد كيلو في الاسبوع. اكل ساعتين، يعني كل ساعتين ابتدي ان انا اكل، لان هم هايبر اكتيف، فالحرق عندهم شغال على طول. كل ساعتين لازم اكل، لازم يبقى مظبط نومه جدا، لان هو طول ما هو صاحي، طول ما الجسم شغال، طول ما الحرق شغال، فلازم برضو يبقى بينام كويس. لما يجي ياكل، حتى لو هقول له كل بطاطا، يعني ما ياكل بطاطا ما عنديش مشكله، بس يحط عليها شويه عسل، شويه مكسرات، حاجه تزود له النشويات. انا بحسد الناس دي جدا يا دكتوره ايوه. كمان خليه اللي يقول لك خد حاجه فاتح للشهيه، بلاش ياخد ادويه فاتح للشهيه، الاكل بتاعنا فيه فاتح للشهيه، في التمر هندي، في القراصيا، القرنفل، الحاجات الطبيعيه بتبقى كويسه جدا. تمام تمام. طيب عايز اسالك بقى على حاجه كنا دايما بنسمعها، حته ان الدايت له تاثير، زي ما جسمك بيخس شعرك بيخس، بشرتك بتتعب، فهل ده مفهوم خاطئ؟ يعني اصل المفروض ان انت بتاكل اكل صحي بتحافظ على جسمك، ليه شعري يقع؟ ليه بشرتي تتعب؟ علشان زي اللي بيمشوا على الكيتو وعلى الحاجات دي، هم محرومين من الخضار ومحرومين من الفاكهه اللي احنا المفروض ناكلها، فعشان كده بيحصل لهم ان الجسم بيتعب والبشره بتتعب والشعر بيقع، الضوافر بتتكسر. انا لازم ابقى ماشيه واخده كل الفيتامينز بتاعتي، واخده كل المعادن بتاعتي، والدايت هو مش دايت عشان حرمان، هو المفروض يبقى لايف ستايل معايا طول عمري، عشان تفضل صحتي على اللونج ران، ان الدنيا معايا تبقى تمام والدنيا كويسه. مش حاسس ان انا بعد 40 سنه خلاص بكح ومش قادره اطلع على السلم. لا، انا عايزه افضل اكل اكل صحي على طول، مش عشان مده معينه. بالظبط بالظبط، عشان يبقى اللايف ستايل بتاعي بالزبط. ان انا باكل اكل ياكل صحي، ياكل فاكهه وياكل خضار، يشرب ميه كتير، يمشي كل يوم نص ساعه او ساعه، الحاجات دي كلها تبقى لايف ستايل بالنسبه لي. طب هل ياخد برضو حاجات اللي هي المكملات وال، مفيش مشكله، بس تحت اشراف طبيب برضو، مش واحد من نفسه يروح ياخد مش عارف ايه ويجيب ايه، ده مكمل غذائي، لا لازم يبقى تحت اشراف دكتور.
طب يا دكتور بالنسبه لمرضى السكر، هل ممكن يبقى نظام الكيتو مناسب؟ نظام الكيتو مناسب لمرضى السكر، لان انا عندي نوعين مرضى السكر، عندي تايب 1 وعندي تايب 2. تايب 1 ما ينفعش يمشي على الكيتو، لان تايب 1 بياخد انسولين والكيتو بيعليه الانسولين، فما ينفعش ان انا اخليه يمشي عليه خالص. ممنوع ان هو تايب 1 اللي هو بياخد الانسولين يمشي على الكيتو، تايب 2 اللي هو بياخد الادويه العاديه ده ممكن يمشي على الكيتو، بس برده تحت اشراف دكتور. طيب تمام. طب انا محتاجه اسال حضرتك بالنسبه للكيتو، عشان السؤال ده احنا اتسالناه كتير جدا وكمان عايزيني اساله لحضرتك. الكيتو كتير قوي بيقولوا ان هو بيعلي الكوليسترول والدهون الثلاثيه وكده، هل ده فعلا حقيقي؟ دي حقيقه، لان هو برده في كوليسترول نافع وفي كوليسترول ضار في الجسم. بس الفكره هو بيخش على انهي مراكز في الجسم عشان يشتغل عليها. انا باخد انهي نوع من انواع الدهون اللي انا باخدها علشان تشتغل، فانا اخلي بالي قوي ان انا كل شويه اعمل تشيك اب، كل شويه اروح اعمل فاتي ليفر، اشوف الدهون الثلاثيه، اشوف التحليل الكوليسترول عندي، اشوف كل حاجه في الجسم عامله ازاي، علشان بعد مده طويله الكيتو بيبوظ الدنيا خالص. تمام. يعني في النهايه نقدر نقول ان النظام الغذائي ده اسلوب حياه، فانت تقدر يا اما هتتقدم يا اما هترجع لورا بالنسبه لاسلوب حياتك، فاختار لحياتك الاسلوب اللي يناسبها ولصحتك الاسلوب اللي يناسبها، علشان حياتنا دي وصحتنا نعمه من ربنا لازم نحافظ عليها. شكرا دكتوره ايه. شكرا يا فارس. ونرجع لكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج كلام كبار.